أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامج حوار اليوم، الحديث عن قرارات الحكومة بأنها لن تقوم أبدا بهدم أي عقارات مأهولة بالسكان وطبعا يسكنها أهالينا وأسرنا، لكن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو تقنين الأوضاع بشكل قانوني وبمستندات رسمية، ده طبعا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن دعم الفئات الأكثر احتياجا لتعزيز الحماية الاجتماعية والتخفيف من وطأة تنفيذ إجراءات التصالح في مخالفات البناء عن كاهل محدودية الدخل بالمحافظات الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية. قررت مؤسسة حياة كريمة تخصيص 150 مليون جنيه لتحمل قيمة التصالح في بعض مخالفات البناء بتسع محافظات هي أسيوط، سوهاج، المنيا، وقنا، إضافة إلى أسوان والأقصر والوادي الجديد ومطروح والبحيرة، حيث تقوم المؤسسة حاليا بدراسة الحالات المطلوب تقنين أوضاعها على مستوى المحافظات الأكثر احتياجا لاتخاذ الإجراءات اللازمة في تحمل قيمة التصالح لبعض هذه الحالات. وقالت المؤسسة إن القرارات أو القرار بيأتي إيمانا منها بالمسؤولية المجتمعية والوطنية لمؤسسات الدولة المصرية لرفع جزء من الأعباء الاقتصادية عن كاهل محدودي الدخل. كما أهابت مؤسسة حياة كريمة بجميع مؤسسات المجتمع المدني والداعمين للمسؤولية المجتمعية من شركات وهيئات ومؤسسات خاصة ورجال الأعمال المحبين للوطن بالمشاركة المجتمعية بروح وطنية في هذه المبادرة من أجل توحيد الجهود التنموية، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية. حول التسهيلات التي أقرتها الحكومة لتيسير إجراءات التصالح يشرفنا في حلقة اليوم وجود الدكتور أحمد عاشور أستاذ الاقتصاد المساعد بمعهد التخطيط القومي. أهلا بحضرتك يا دكتور أحمد. أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين، أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، إن شاء الله تبقى حلقة نتعرف منها على العديد من المعلومات من حضرتك بإذن الله، ولكن قبل بداية الحديث نذهب لهذا الفاصل ونواصل بعد ذلك حلقة اليوم من حوار اليوم. موضوع التقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء، وهذا الملف طبعا اللي واخد زخم كبير جدا من كل مواطنينا، والحقيقة اسمحوا لي طبعا ان انا عايز اوجه الشكر لكل المواطنين المصريين اللي تقدموا حتى هذه اللحظة، واللي فعلا يعني بيدوا مؤشر قوي على اقتناع المواطن ان هذا القانون هو هدفه في الاساس صالحه، وان احنا عايزين نصوب موقف للأسف كان خاطئ على مدار عقود طويلة جدا، وإن هذا القانون من خلال عملية التصالح بالتأكيد هيبقى بيخدم صالح المواطن المصري. إحنا حتى هذه اللحظة، والحقيقة ده رقم مهم جدا لازم نقوله، إن تقدم لينا حتى هذه اللحظة 1,400,000 مواطن بطلبات للتصالح، والحقيقة أنا بتابع على مستوى اليومي حجم التردد المواطنين والطلبات، ويمكن طبعا عشان احنا كنا معلنين ان الموعد النهائي لتلقي الطلبات هو 30/9 او 30 سبتمبر من الشهر الجاري، فطبعا ابتدينا نلاحظ على مدار الايام الاخيرة ازدحام كبير، بالرغم من ان التوجيه لكل المحافظات بفتح منافذ جديدة لتلقي الطلبات، وبقينا بناخد مدة اطول حتى بنتأخر كتوقيتات في على مستوى المحافظات، بنقعد لفترات زمنية أطول عشان نتلقي أكبر قدر من الطلبات، ولكن من الواضح أن نتيجة للرغبة عدد كبير جدا من المواطنين في انتهاز هذه الفرصة الكبيرة لتقنين أوضاعهم، بقى هناك حجم طلبات كبيرة جدا الناس عايزة تقدم، وبيعني بيشتكوا من أن القدرة الاستيعابية لكل المنافذ للمحافظات عملاها النهاردة مش قادرة برضو تستوعب حجم الكبير للطلبات اللي بتبقى النهاردة المواطنين عايزين يتقدموا إليها. وعشان كده يمكن ورغبة من يعني مننا كدولة وكحكومة في التيسير على المواطنين في ان احنا نسمح لأكبر عدد بان هما يتقدم، يعني النهاردة ان شاء الله احنا يعني بنعلن ان هيتم مد مدة تلقي الطلبات لمدة شهر آخر، يعني تبقى لنهاية أكتوبر بدل ما تكون نهاية سبتمبر. وعايز أكد على شيء مهم جدا، أنا بشجع وبطلب من كل المواطنين يداوموا على التقدم بالطلبات، وإحنا كل ما هنشوف على الأرض الموقف وإن في أعداد متزايدة والناس بتقدم،
بالتأكيد حنحقق أو حنتخذ القرارات اللي لصالح المواطن المصري. وبالتالي بمعنى ان احنا النهاردة بنتكلم على ان هيبقى الميعاد الجديد 30/10، ولكن مع الاقبال واذا وجدنا ان ده في هناك رغبة من المواطنين وفي اعداد زيادة موجودة، برضو حننظر في امكانية مد هذا التاريخ من عدمه. انا اللي عايز اكد عليه، احنا كمصريين نفسي ان احنا نستمر بنفس الاعداد اللي موجودة النهاردة وبتقدم، عشان ناخد اكبر حجم من الطلبات في هذه المدة. مرة أخرى نواصل تقديم حلقة اليوم مشاهدين الكرام، ومع في الاستوديو الدكتور أحمد عاشور أستاذ الاقتصاد المساعد بمعهد التخطيط القومي. أهلا بحضرتك مرة أخرى دكتور أحمد. يعني طبعا في البداية احنا عايزين نعلق على كلمة رئيس الوزراء. طيب دي واحدة من أهم الكلمات اللي هي قيلت خلال الفترة الماضية، لأنها استكمالا لقضية مهمة جدا بالنسبة لغالبية المواطنين المصريين، وهي فكرة المخالفات في البناء والتصالح عليها. طبعا يمكن دأبت الحكومات السابقة على إهمال هذا الموضوع تماما وعدم الاكتراث أو الاهتمام بحل المشكلات الأساسية للمواطن المصري وخاصة في مجال السكن. نتج عن ده خلال الأربعين سنة الماضية إن إحنا كنا بدأنا ب1% فقط من المباني السكنية في مصر هي المخالفة، أصبح العدد ده بيفوق 50-60% من حجم المخالفات من المباني موجودة كمباني مخالفة، بينما فقط 40% هو المباني الغير مخالفة في جمهورية مصر العربية. طبعا الحكومة المرة دي حكومة جادة في القانون التصالح، في إجراءات التصالح، في تقنين الأوضاع زي ما حضرتك ما أشرت في المقدمة. هذا الوضع وضع غير قانوني بالنسبة لغالبية المواطنين، عندهم مشكلات في توصيل المرافق إلى الوحدات السكنية اللي هم قاطنين فيها، عندهم مشكلة في التعامل على الوحدات السكنية بعقود صورية وغير رسمية، عندهم مشكلة بعد كده في المحاكمات اللي بتتم لو فعلا القانون المبنى ده مبنى مخالف، طب هنعمل إيه فيه، طب مين المسؤول عنه، إلى آخره من هذه الأمور. فالحكومة أصدرت القانون في 2019، قانون 17 لسنة 2019، ثم تم تعديله بالقانون رقم 1 لسنة 2000 وهو الخاص بالمصالحات. 2020 الخاص بالتصالح. طيب هذا القانون أتاح فرصة كبيرة جدا للمواطن المصري اللي عنده مخالفة في البناء، سواء بناء على أرض زراعية أو بناء مخالف للاشتراطات والتراخيص الهندسية أو بناء على أملاك الدولة إلى آخره من هذه المخالفات، إن هو يتصالح على هذه الأراضي أو هذه الممتلكات الغير مملوكة ليه أو اللي خالف فيها البناء. وبالتالي ده فتح عدد كبير جدا من السبل أمام المبنى المخالف لترخيصه وتقنينه وتقنين الأوضاع بتاعته. فلو بصينا على حجم المباني المخالفة في جمهورية مصر العربية الآن، هنلاقي إن احنا بنتكلم عن حوالي 2.8 مليون مبنى مخالف، عدد الأدوار المخالفة حوالي 379,000 دور، عدد الوحدات السكنية اللي اتبنت على أراضي زراعية خسرنا كام فدان من الأراضي الزراعية، خسرنا خلال الفترة من 2010 حتى الآن 800,000 فدان من الأراضي الزراعية، منهم 90 مليون فدان من أخصب الأراضي الزراعية. فلو احنا بنتكلم في 800,000 فدان وبعدها 90,000 فدان من أخصب الأراضي الزراعية، لو قلنا ان تكلفة إصلاح الفدان واستصلاحه في الصحراء، وطبعا مش هيبقى بنفس الجودة بالنسبة ليه الأراضي اللي موجودة في الدلتا، فاحنا هنا بنتكلم عن تكلفة تقديرية بتتراوح ما بين 180,000 جنيه للفدان الواحد إلى 200,000 جنيه. لو خدنا ال 200,000 جنيه وضربناهم في 800,000 فدان، يبقى احنا محتاجين 160 مليار جنيه فقط لتعويض هذه الأراضي الزراعية. طيب بالإضافة لده، عندنا لما بنينا الأراضي الزراعية وبنينا عليها وتحولت إلى كتل سكنية، عايزين نوصل المرافق ليها، تكلفة المرفق في أرض مخططة غير أرض غير مخططة. طبعا التكلفة من البداية لو نزلنا وعملنا المرافق بتاعتنا في أرض لسه مش مسكونة بتبقى أقل بكتير من الأرض المسكونة غير المخططة. فبالتالي لو حسبنا هذه التكاليف هتصل إلى مليارات متعددة من الجنيهات المصرية كان ممكن توجيهها إلى مجالات أخرى لو ما تمش هذا البناء المخالف. طب عايزين نغلق هذه القضية ونتجاوز هذا الأمر ونعود مرة تانية إلى فكرة الحفاظ على العمران الموجود وعدم التعدي مرة أخرى سواء على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية أو حتى تقنين الأوضاع بالنسبة للمباني القائمة، فبالتالي يوجد هذا القانون للخروج من هذه الأزمة. المقدمة دي بس كنا بنشرح فيها للسادة المشاهدين الأزمة أبعادها إيه؟
اختارها ايه، تكلفتها ده احنا لسه عايزين كمان نتكلم بالتفصيل عن كل نقطه بالظبط كده. ثم طبعا هنخش بقى تفصيلا في الاجراءات اللي خدتها الدوله والتيسيرات طبعا اللي عملتها للمواطن، وبس في اخر شهر ده هي خدت اجراءات شكلها عامل ازاي وسهلت على المواطن بشكل عامل ازاي. طيب يعني هل عن اي اربط موضوع يعني قانون التصالح والمخالفات مع ان الدوله بتفتح بالفعل اماكن جديده ب يعني مدن من الجيل الرابع او مدن جديده متخططه تخطيط يعني طبعا يتناسب مع الحاله اليوميه وفيها كل الخدمات والمرافق ومثلا زي نوادي ومدارس وجامعات ومستشفيات وما الى ذلك ونقاط مروريه. يعني هل ده مرتبط بده يا استاذ احمد؟ يعني احنا لان احنا يعني عايزين نقول برضو مش عايزين نظلم الناس قوي، لان يعني احنا المصريين قعدنا فترات طويله ما كانش فيه مجال غير ان احنا نبني فعلا في زي مثلا شارع الهرم، هو شارع الهرم ده كان ارض زراعيه، شارع الملك فيصل كان ارض زراعيه، عين شمس كانت اراضي زراعيه، المطريه كانت اراضي زراعيه، ولكن الناس او المقيمين فيها ما كانش فيه بالنسبه لهم جديد او ما فيش منظور كان لازم يعمل كده. وبعد كده اما الناس بتعمل مخالفات وبتطلع شوارع ما بينها وما بين بعض بتبتدي الدوله توصل المرافق وتوصل المياه وتوصل الكهرباء، يعني كانت الدوله هي اللي بتمشي وراء التخطيط اللي بيعمله المواطن، مش بالزبط. المواطن اللي بيمشي وراء التخطيط اللي بيعمله اللي بتعمله الدوله. يا ريت حضرتك تكلمنا على هذا الموضوع بشكل تفصيل، اتفضل. طيب دي نقطه مهمه جدا ويمكن حضرتك اشرت لاشارات مهمه، يعني عشان بنجيبها بس تاريخيا عشان ما نظلمش الناس برضه. صحيح، ده نقطه مهمه جدا لان الدوله كانت من الستينات والسبعينات ليها دور ولاعب رئيسي في عمليه الاسكان، وكانت بتوفر للمواطن السكن وعلى فترات زمنيه في السادات طويله. بدءا من 1982 شويه تراجع دور الدوله بشده في مجال الاسكان، وتركت الامر زي ما حضرتك ما قلت لي المواطن هو يتخذ قراره في الاسكان. ده نتج عنه زي ما حضرتك ما اشرت، اولا طبعا ظهور تجمعات غير مخططه، ظهور تجمعات عشوائيه، وثالث نقطه ظهور عدد كبير جدا من العشوائيات في مختلف المحافظات في جمهوريه مصر العربيه وغير صالحه للسكن الادمي. طبعا بالظبط، طبعا ده البناء غير العشوائي ما فيهوش المرافق الادميه اللي حضرتك بتتكلم عنها، ما فيهاش المدارس، ما فيهاش الوحدات الصحيه، ما فيهاش النقاط المروريه، الخدمات الاساسيه زي الميه والصرف والكهرباء الى اخره من هذا الامر. واضطرت الدوله بقى بعد كده تتنبه ليه هذا الامر، طب نروح ونوصل للناس هذه المرافق بتكلفه اعلى بكثيرا. الا ان الامر منذ 2014 اختلف نسبيا. نعم. اختلف بمعنى ان الدوله بقى عندها استراتيجيه مصر 2030 اللي فيها محور كامل للتنميه العمرانيه، واللي اساس من الاسس بتاعته هو رفع نسبه المأهول من السكن لجمهوريه مصر العربيه من 6.7% في الوقت الراهن الى 12%. طب ال 12% ده معناه ايه؟ معناه ان انا بتوسع راسيا في المجال السكني، معناه ان انا بستصلح اراضي زراعيه، معناه ان انا ببني تجمعات سكنيه جديده، معناه ان انا بوصل مرافق لهذه التجمعات، بنشئ نوادي رياضيه، بنشئ مستشفيات، مدارس الى اخره من هذه الخدمات الاساسيه عشان المواطن يرتضي ان هو ينتقل الى المبنى السكني الجديد القائم في اي مدينه او محافظه جديده احنا بنبنيها. طيب الامر ده اصبح خطه مركونه في الدرج او على ورق ولا اصبح حقيقه موجوده على الارض؟ نقدر بس نتتبع ان في اخر 6 سنين اللي احنا بنتكلم عليهم من 2014 ل 2016 عدد كبير جدا من المدن الجديده ابتدى ان هو يظهر، طبعا زي العاصمه الاداريه، زي المنصوره الجديده، زي العالمين الجديده، بورسعيد الجديده، قنا الجديده، دمياط الجديده. دي نقطه مهمه جدا حضرتك ابتديت بقى تعدد هنا المدن اللي فعلا ابتدينا ان احنا نسمع عنها وابتدينا بقى نشاهدها على ارض الواقع، مش بس كده هي مش مركزه في القاهره واسكندريه زي ما كان الامر زمان صح. انما الان دلوقتي احنا بنتكلم عن لا التوزيع بقى الجغرافي بتاع المباني السكنيه اختلف تماما، فاصبح فيه في الصعيد، اصبح فيه في وجه بحري، اصبح فيه في الدلتا، وبالتالي اصبحت الحكومه لاعب رئيسي بقى في عمليه هنا الاسكان. الدوله دخلت بصوره واضحه جدا في مجال العشوائيات، عندنا عشوائيات كبيره وعندنا طبعا تجمعات خطره من الاماكن غير المرغوب فيها في الاسكندريه. نعم نعم نعم، الدوله تعاملت بصوره مباشره مع هذا الامر، مش هنترك المواطن يعيش في هذه التجمعات وهي تجمعات غير ادميه وهي تجمعات خاليه تماما من المرافق الاساسيه، خاليه من الخدمات تماما. طب الدوله تعاملت معها ازاي؟ دخلت بقوه في هذا المجال، ضخت مليارات الجنيهات من خلال صندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء وحاولت انها تتعامل مع هذه المشكله. فسمعنا عن حي الاسمرات 1 و2 و3، غيط العنب، بشاير الخير 1 و2 و3. نعم،
بالظبط كده يا فندم. التوزيع برضو الجغرافيه اهتمينا بالصعيد زي ما اهتمينا وهنا في القاهره في قلب القاهره السيده زينب تل العقارب بقت الروضه السيده يعني. فطبعا ما كانش حد متخيل يعني تل العقارب دي من يمكن عشان احنا في وسط البلد فكنا ساعات بنشوف طبعا بنروح السيده وبنتمشى في السيده يعني اهالينا وبنزور حبايبنا كانت حته يعني ما كانش ممكن الواحد يتخيل في طبعا التفكير القديم يعني ان ممكن المكان ده يتحول يبقى حاجه تانية حضاريه وحاجه ادميه زي اللي احنا شفناه. فلما اتكلم عن حجم الاستثمار في هذا المجال خلال 6 سنين لا في انجاز كبير حصل طبعاً. ونقله نوعيه كبيره حصلت في هذا المجال وزي ما قلت ده بناء على خطط موضوعه طويله المدى لحد 2030 وبينبثق منها مجموعه من الخطط الجزئيه أو اللي بتمر به فترات زمنية كل 4 سنين ثم الخطط السنوية اللي من خلالها بيتم فعلا التنفيذ الفعلي على أرض الواقع وبيتم من خلالها إزالة هذه التجمعات الخطرة واستبدالها بأماكن آمنة للمواطنين. طبعا ده لو ضفنا عليه بقى فكرة اللي هي الإسكان الاجتماعي وده كان توجه بقى من الدولة. طب احنا هنقول للناس ما تبنوش، طب احنا هنمنع الناس إنها تبني على الأراضي الزراعية على الأراضي المملوكة للدولة، طب إيه البديل قدامهم؟ البديل قدامهم توفير أماكن في الظهير الصحراوي لكل محافظة من المحافظات، البديل قدامهم إن الدولة تدخلت وابتدت توفر فكرة الإسكان الاجتماعي المليون وحدة سكنية اللي الدولة ابتدت توفر فيها عدد كبير جدا. وهنا يعني باخد بس كده كلمة السيد رئيس الجمهورية إن كل مواطن هيتقدم بطلب للحصول على مسكن اللي هو شقة هيحصل على هذا المسكن. فبالتالي هنا الدولة بقت جادة جدا سواء في عملية الوعد اللي بتقوم بيه أو في عملية تنفيذ هذا الوعد وشفنا ده خلال ال6 سنوات الماضية. نعم دكتور احمد حضرتك متفائل ان ممكن بعد فتره عدد معين من السنوات طبعا مش عايزينه يبقى طويل ان وجه القاهره يعني انا بقول القاهره طبعا هي مصر كلها بلدنا ولكن احنا بنقول القاهره لان القاهره تقدر طبعا هي العاصمه هي ما هتبقى متطوره وهيبقى وجهها حضاري اكيد كل ده هينعكس على جميع المحافظات وعلى جميع الخدمات المقدمه في كل المحافظات لان احنا عارفين ان التطوير معدي يعني ايضا التطوير زي ما الامراض معديه لكن برضو التطوير والتحسين معدي وممكن ينعكس على كافه ارجاء مصر ولكن هل بالفعل احنا متفائلون بذلك ولا ممكن يعني موضوع العشوائيات والأماكن الغير مخططة هيفضل مسيطر على المجتمع المصري؟ الحقيقة إن هنا النقطة دي مهمة جدا لأن طبعا القاهرة الخمسينات الستينات كانت أفضل وأجمل من العواصم الأوروبية حتى. نعم طبعا تراجعت شوية وتراجعت كثيرا تراجعت كثير مش شوية بصراحة ده حقيقي إلا إن لازم نقف وقفة جادة في هذا الأمر ونقول يعني كفى هذا الأمر واجب تاني فعلا إن القاهرة ترجع واحدة من أجمل المدن سواء العربية أو الأفريقية أو طبعا كان زي ما قلنا أفضل حتى من المدن الأوروبية ده الجزء الأولاني. الجزء التاني إن الدولة فعلا جادة حقيقي ده اللي احنا لامسينه على أرض الواقع محدش تاني هيبني مخالف احنا هنبني السكن المناسب الملائم هنوصل ليه الخدمات اللي عايز يبني هيبني باشتراطات المنصوص عليها في القانون والاشتراطات الحضرية اللي تحافظ على المظهر الجمالي سواء للقاهرة او حتى والله مختلف المحافظات الاخرى. فبالتالي هنا في نقلة نوعية في البنى نفسه الجديد هيكون شكله عامل ازاي زي ما بنشوف كده المدن حتى هنا في مصر المدن الجديدة اللي بتبنى في القاهرة او غيره طبعا الوجه الحضاري بتاعها احسن شوية من البنى العشوائي او غير المخطط طبعا. اللي احنا بنشوفه. فبالتالي لا عين الاوان بقى ان يكون في اشتراطات واضحة جدا صريحة جدا في عدد الادوار في الطلاء بتاع المنازل يكون شكله عامل ازاي في البنى نفسه يكون الهيكل بتاعه عامل ازاي وما نشوفش طبعا العشوائية في البنى اللي احنا شايفينها في الفترة اللي فاتت واللي طبعا يعني دفعنا ثمنها كثيرا طبعا من تاريخنا الحضاري وطبعا من تاريخنا الإنساني في مواجهة حتى الغرب يعني بأمانة. نعم طيب دكتور أحمد عشان حضرتك طبعا يعني أستاذ اقتصاد في الأول وفي الآخر يعني عقلية اقتصادية بتفكر بالورقة والقلم بالنسبة لموضوع الاقتصاد وطبعا اقتصاد دولة مش اقتصاد يعني اقتصاد ملك للناس كلها. طيب هل هذه أو هذا الملف يفيد الناحية الاقتصادية بالنسبة لمصر أو ليه تأثير على الاقتصاد وحركة تداول الأموال والرقمنة واتجاه الدولة للتحول إلى وضع مختلف أو أن احنا نتقدم في حتى الخدمات المقدمة إلينا والسلع وما إلى ذلك.
ده نقطة مهمة جدا. يعني ليه الدولة سعت في فتح هذه الملفات كلها مرة واحدة؟ يعني بتشتغل على التعليم سواء قبل الجامعي أو الجامعي، بنشتغل على موضوعات الصحة والمبادرات الرئيسية، بنشتغل على الإسكان، بنشتغل على النقل، بنشتغل على الكهرباء. ليه الملفات دي كلها بنشتغل عليها في نفس الوقت وزي ما بنقوله بنسابق الزمن؟ لأن المشكلات بتاعتنا مشكلات كبيرة ومتعمقة وسبناها فترة زمنية كبيرة، فإن الأوان إن احنا نفتح كل هذه الملفات. هل هذه الملفات متسقة مع بعضها ومترابطة بشكل كبير جدا؟ بالتأكيد. يعني ما بقدرش إن أنا أتكلم عن ملف السكن بعيدا عن ملف التعليم أو ملف الكهرباء، النقل عن ملف الكهرباء، لأن هتمد يعني الخدمات إزاي؟ إزاي هعمل بيوت ومساكن كتير وما عنديش أساسا؟ إزاي هنقل الناس لأماكن سكنية جديدة؟ طب هجيب لهم منين مواصلات؟ طب هجيب منين شبكة نقل يتنقلوا بيها؟ إلى آخره من هذه الأمور. فالملفات كلها ملفات متشابكة ومترابطة مع بعضها. في المقابل الدولة زي ما بتضخ عدد كبير جدا من الاستثمارات في هذا الأمر وأيضا بالشراكة مع القطاع الخاص، أيضا بتتوقع عوائد ناتجة عن هذه الاستثمارات. العوائد دي منها عوائد اجتماعية، طبعا رفع حياة المواطن ويجعلها حياة أكثر يعني أملا أكثر تفاؤلا. ده طبعا بيأثر على المواطن كنفسيا وكفكريا، إن هو ما بيكبر أو بيتعامل في بيئة محيطة مناسبة للحياة الأدمية، على عكس ما بيطلع في عشوائية وفي طبعا أماكن يعني طبعا مستوى النظافة مش ولا بد وما إلى ذلك، فأكيد طبعا بتطلع أخلاقه عشوائية وفكره عشوائي. وأكيد والتعليم طبعا والصحة طبعاً إلى آخره من هذه الأمور ما كانتش متوفرة في المناطق اللي هو فيها، الآن بتتوفر في المناطق الجديدة السكنية. فدي نقطة أولى مهمة جدا. مع كل جنيه بتضخه الدولة في حجم استثمار في هذه القطاعات المختلفة، ده بيخلق فرصة عمل للمواطن، ده بيخلق فرصة شغل آمنة وكريمة للمواطن المصري، فبالتالي ده بينعكس إيجابيا على المواطن المصري حتى في الدخل بتاعه اللي هو بيحصل عليه وفي فرصة التشغيل بتاعته. فطبعا بنلاحظ الفترة الماضية إن معدل البطالة ابتدى ينخفض نسبيا. ابتدى ينخفض ليه؟ لأن في فعلا فرص تشغيلية ابتدت إنها تظهر. حتى في أزمة كورونا الأخيرة ابتدينا إن احنا نعدي منها بسلام، لأن ما وقفناش النشاط الاقتصادي بتاع أغلبية المشروعات الاستثمارية الكبرى اللي بتقوم بيها الدولة. فبالتالي ده بينعكس إيجابيا على المواطن هنا في حياته، بينعكس عليه إيجابيا في فرص تشغيله، بينعكس عليه إيجابيا في حجم الدخل اللي هو بيحصل عليه، وبينعكس إيجابيا في توفير السلع والخدمات في الأسواق. وده بينعكس مرة تانية في إن معدل الأسعار نفسه بتاع السلع والخدمات مع توافر المعروض وانخفاض الطلب عليها بيبدأ هنا سعر السلع والخدمات دي إن هو يقل. فده طبعا بينشط هنا حركة التداول زي ما حضرتك ما قلت، حجم السيولة اللي في السوق بيبدأ إن هو يزيد. ده طبعا بالتأكيد المواطن هنا بيحصل على خدمات أفضل في مختلف القطاعات وبيقدر إن هو يحصل على هذه الخدمات بدخل مناسب بالنسبة له. فهنا الهدف للدولة هو إصلاح شامل للاقتصاد، إصلاح شامل للقطاعات التنموية الرائدة زي السكن والتعليم والصحة، وانعكاس دائي على المواطن المصري اللي هيحصل عليه في خدمة أفضل، في حياة كريمة هو بيعيشها، في دخل أكثر، وبالتالي في فرصة عمل لي وللأجيال القادمة. نعم. طيب لو كلمنا عن مبادرة مؤسسة حياة كريمة اللي هي بتخصص 150 مليون جنيه لتحمل قيمة التصالح في مخالفات البناء بتسع محافظات زي ما ذكرنا، وقلنا منها يعني أسوان والأقصر وادي الجديد مطروح البحيرة المنيا، يعني يا فندم حضرتك شايف المبادرة دي ازاي؟ يعني أولا أنا فرحان جدا بالمبادرة دي، وأتوقع أنها تكون المبادرة الأولى وليست الأخيرة، بمعنى أن هذه هي المبادرة الأولى اللي صدرت من مجتمع مدني، مؤسسة زي ما حضرتك ما قلت ابتدت أنها تشتغل على هذا الملف، وأتوقع انضمام عدد كبير جدا من المجتمع المدني لهذه المبادرات. المبادرات دي بتأتي في إطار إيه؟ بتأتي في إطار وعي المجتمع المدني بتاعنا بأهمية المشاركة المجتمعية، أن احنا بالفعل فعلا في النهاية مجتمع واحد، عندنا مجموعة من المشكلات ربما بعض المواطنين ما يقدروش يتحملوا الأعباء الإصلاحية اللي بتقوم بيها الدولة. طب هنسيب هذا المواطن بمفرده ولا نقدر ان احنا نتداخل معاه ونعاونه ونساعده بحيث ان هو يعبر هذه الأمور؟ عجبني جدا التوزيع الجغرافي أيضا في هذه المبادرة، يمكن هي ركزت على سبع محافظات في الصعيد ومحافظتين حدوديتين، محافظة مطروح ومحافظة أخرى في الدلتا، فده معناه ان هي ابتدت تلتفت أو تنتبه ان أنا هساعد المواطنين في المحافظات الأكثر فقرا،
فلو بصينا على هذه المحافظات هي فعلا المحافظات الاكثر فقرا اللي هي ابتدت انها تدعم الناس فيهم. طب هتدعم بانهي اشتراطات؟ هتدعم للفئات الاقل دخلا الاقل قدره على الوفاء بالالتزامات الخاصه بالشروط الاصلاحيه اللي اقرتها الدوله وفقا لقانون التصالح. فده جزء مهم جدا وكويس ان المجتمع المدني بتاعنا ابتدى ينتبه الى اهميه هذا الدور واهميه المشاركه في الجزء الاصلاحي اللي بتقوم به الدوله، وابتدى يعاون ويساعد الدوله في هذا الامر، وابتدى كمان يخفف من الأعباء الخاصة بهذه المبادرات وهذه الإصلاحات على المواطن المصري. وبدأوا من هنا فعلا كافة المجتمع المدني القادر على المساعدة المعاونة في هذا الأمر إن هو يلتحق بهذه المبادرات. نعم. طيب يعني أعتقد يا فندم أن هذه المبادرة والمبادرات يعني اللي إن شاء الله تبقى موجودة الله يعني برضو يعني يبقى في عدوى في كل مؤسسات المجتمع المدني هي تقوم بتخصيص هذه المبالغ يعني لمساعدة اللي مش قادر يعني يدفع قيمة التصالح. هل ده هيؤدي دكتور أحمد إلى حدوث نوع معين من أنواع الاستقرار بعد كده في المجتمع؟ يعني كان دايما الناس ما بتبقى قاعدة عندها محل مخالف أو عندها سكنة في شقة مخالف. احنا طبعا مش بنفترض النية السوء في الناس، لكن هو طبعا في ناس وعاملينها بنية سوء، ولكن احنا بالنسبة العامة اكيد بيبقى نظرا يعني لظروف الحياة الصعبة فبيبني اي حاجة او بيشتغل بيحاول يخلق لنفسه اي فرصة عمل. طبعا هو غلط، ولكن يعني احنا بنتكلم عن الوضع او الواقع اللي موجود. الوضع الروحي صحيح. هل بعد مثلا تنفيذ هذا القانون والتعامل مع المخالفات وتقنين الاوضاع وتسجيل الوحدات هيغير وجه المجتمع، هيغير شكل المجتمع، هيغير نفسية المواطن، هيغير تعريف تعامل المواطن مع يعني هيحس باستقرار مثلا؟ دي نقطة مهمة جدا. يمكن هرجع تاني للرقم اللي احنا قلناه 2.8 مليون مبنى مخالف في جمهورية مصر العربية. ده معناه ان هذه المباني غير مستقرة من الناحية القانونية، التعامل القانوني على المبنى في حالة التوريث، في حالة البيع، في حالة الايجار الى اخره من هذه الامور بيبقى فيه مشكلات كبيرة جدا. النقطة الثانية ان برضو عدد كبير من هذه المباني المخالفة ما فيهاش مرافق اساسية زي المية والكهرباء و الى اخره. طبعا دي مشكلات كبيرة جدا جدا بيعاني منها 2.8 مليون اسرة مصرية. فطبعا مع بداية بقى الدخول في هذه التصالحات والمبادرات اللي بتساعد المواطن على اتمام هذا التصالح بيبدأ الوضع يستقر نسبيا تماما، ان احنا انهينا هذا النزاع، انهينا هذا الملف، اصبح هذا المبنى مبنى مقنن، اقدر ان انا استخرج له الشهادة الرسمية بتاعته والورق الرسمي، اقدر ان انا ابيعه، اقدر ان انا اتصرف فيه، اقدر ان انا اورثه، اقدر كمان ان انا ادخله المرافق الاساسية بتاعته. فعائد التصالح بالكامل هو عائد على المواطن المالك الاصلي لهذا العقار او هذا المبنى اللي كان مخالف اصبح تاني يوم مش مخالف. طيب ده برضو بينقلنا النقطة تانية، هل الدولة بقى اصدرت هذا القانون وتركت المواطن منه لهذا القانون لا، المواطن ابتدى يصدر بعض الشكاوى منه. الدولة كانت حريصة جدا على الاستماع لهذه الشكاوى، نزلت بمجموعة من الحزم التيسيرية على المواطن ان كان التصالح نفسه بيتم حتى 30/9، الفترة دي غير كافية طبعا لتلقي هذا العدد الكبير من طلبات التصالح، فمد طلب التصالح الى 30 أكتوبر. نعم. ولو كان فعلا المواطن جد واحتاجنا الى وقت اطول زي ما اشار السيد رئيس الوزراء هنمد مره تانية اذا ما احتاجنا الى هذا المد، لو انتهى الامر حتى 30/10 وقررنا كفه الاوضاع فكده يبقى الحمد لله. الجزء الثاني، طب كان المواطن مطلوب منه اشتراطات قاسيه جدا في الاوراق والعدد كبير جدا منها مش مع المواطن في الفتره الحاليه، طب هقدم ازاي بهذا الكم الاوراق؟ التيسير الثاني اصبح التقديم باي ورق مع حضرتك حتى لو بالبطاقه الشخصيه بتاعه حضرتك، والقانون اتاح ليك 60 يوم لاستكمال هذا الورق، يبقى ده ثاني تيسير. عدد الموظفين كان غير كافي لتلقي الطلبات، اصبح في عدد كبير جدا من الموظفين بيتلقى هذا الطلبات وعلى فترات زمنيه اكبر من الاول، بل على العكس تماما دخل عدد من المدارس لتلقي هذه الطلبات نيابه عن الاحياء. الجزء الثالث ان كان القانون بيقول لحضرتك المتر الواحد للتصالح من 50 إلى 2000 جنيه على حسب بقى حجم المخالفه الى اخره من هذه الامور. المباني المخالفه الاكثر كانت في القرى على الاراضي الزراعيه ولا كانت في المدن؟ كانت في القرى. فاصبح هناك تيسير ايضا من السيد رئيس الوزراء بناء على تعليمات السيد رئيس الجمهورية ان التصالح هيكون 50 جنيه للمتر على كافة الاراضي الزراعية.
وبالتالي احنا هنا بنتكلم عن الحد الادنى من الرسم تقدر حضرتك ان انت تدفعه، وده عدد كبير جدا من المباني، مش هناخد منك الحد الاقصى. يبقى الهدف هنا مش هو الجبايه، ولا الهدف هنا هو التحصيل لهذه الرسوم، بقدر ما الهدف الرئيسي هو غلق هذا الملف وتحويله. ما بقاش في مجال ان احنا نخالف تاني بقى، خلاص الناس عارفه ان في مخالفات وفي زيادات وما الى ذلك. لكن هي كان هو كان بعض الناس قالت يعني ان هي هو القانون اتطبق باثر رجعي يا دكتور احمد؟ الحقيقه لا، ما اتطبقش، هي كلها اشاعات دي بصراحه. والنقطة هنا لو حضرتك عايزنا نوضحها نوضحها. اتفضل. الاصل في القانون هو ان اي مبنى مخالف يزال. تخيل حضرتك لو احنا نزلنا الصبح وقلنا مفيش قانون اسمه قانون التصالح فقط لا غير، حضرتك خالفت في المبنى يجب ان يزال هذا المبنى، يبقى احنا هنهد 2.8 مليون مبنى في جمهورية مصر العربية. ده القانون الساري. اوجدنا قانون التصالح عشان يوجد سبيل او طريق يخرج الناس من فكرة الهد. حضرتك لما بتتصالح المبنى غير المخالف بيتحول الى مبنى قانوني ومبنى رسمي اتزالت من عليه صفة المخالفة، فبالتالي قانون التصالح هنا ما جاش تطبيقه بأثر رجعي، لا ده جه تطبيقه عشان يحل محل المخالفة الرئيسية اللي حضرتك ارتكبتها واللي كانت بيتوجب معاها إزالة المكان. إزالة المكان. فقانون التصالح هنا جه في صالح المواطن، ان انا مش ههد المبنى السكني بتاع حضرتك اللي حضرتك تكلفت فيه طبعا مبلغ كبير جدا لبنائه ثم مبلغ اكبر لتجهيزه والسكن فيه. انا كده تغاضيت تماما عن هذه المخالفه واصبح ان انا مش ههد، بس اوجدت لحضرتك طريق ان انت تخرج من المخالفه ازاي؟ عن طريق التصالح. طب التصالح لو في اي مشكله حضرتك بتواجهها سواء في الورق سواء زي ما قلت في قيمه المخالفات نفسها، سواء حتى لو اتصالحت دلوقتي ودفعت كامل المبلغ هتاخد 25% من الخصم، طب انا مش قادر ان انا اتصالح وادفع المبلغ كاش، حضرتك تقدر تقسط المبلغ ده على 3 سنين بدون فوائد. فبالتالي هنا الفكره بتاعه قانون التصالح هو اجاد الطريق او السبيل ان انا احول المبنى من مبنى غير مقنن ومبنى مخالف الى مبنى قانوني ومبنى غير مخالف. وايضا طبعا توعيه المواطن ان ما يخالفش بعد كده تاني، لان بعد كده اعتقد ان بعد كده مش هيبقى في حاجه اسمها تصالح. كل التصريحات الرئيسيه من سواء طبعا السيد رئيس الجمهوريه او رئيس الوزراء او كافه المحافظين لن يتم السماح بالبناء مره تانية بصوره مخالفه، لان عانينا منها ودفعنا ثمن كبير ليها وما زلنا بندفع حتى الان. هو دمر البلد ودمر الوجه الحضاري ودمر الاخلاق. هي المشكله ان التغيير يعني مش هبدا اصلح في جزء وابدا اعيد تاني، ارجع تاني من اول وجديد. ده حقيقي. طيب دكتور احمد، حضرتك شايف ان خطط الدوله بالنسبه للاستثمار في المدن الجديده هل بالفعل يعني يعني سوف تؤتي بتغيير في شكل المجتمع؟ دي نقطة مهمة. يعني طبعا فكرة هنا أنا بستثمر وبستثمر ليه والعائد بتاعه، بستثمر هنا في مدن كبيرة زي ما قلنا بنرفع المعمور بتاعنا من 6% لـ7%، وطبعا هو حيز ضيق جدا احنا عايشين فيه وكثافتنا السكانية كثافة سكانية عالية على المناطق فقط اللي احنا عايشين فيها طبعا. ده بالتأكيد يعني سايبين البلد كلها وقاعدين في اصغر حته. بينما 93% من الاراضي هي اراضي صحراويه غير مستغله، لا من الناحيه الصناعيه ولا من الناحيه الزراعيه ولا حتى من الناحيه السكنيه. فبالتالي زي ما حضرتك ما اشرت الاستثمارات دي كلها هي هدفها في النهايه توسيع الحيز العمراني اللي احنا بنتكلم فيه ل 12%. فبالتالي ابتدينا ان احنا نضخ استثمارات كبيره جدا في مختلف المدن، المدن الجديده اللي هي متوزعه على نطاق جغرافي بيشمل ال 27 محافظه بتاعتنا، وابتدينا نوجد الظهير الصحراوي ورا كل محافظه عشان نبدا نتوسع زي ما بيقولوا بقى كده افقيا مش راسيا، يعني مش البناء فقط بيفتح طرق بتفتح طرق، فبتبقى المنطقه الصحراويه اصبح فيها مكان او اصبح فيها سبيل ان احنا نوصل ليها، فبقى اماكن مفتوحه جديده. دي نقطه مهمه جدا، الشرايين اللي احنا بنشوفها كان اعتقد صعيد مصر كان محاط من هنا ومن هنا بجبلين، فما كانش فيه كان فيه صعبه، يمكن دلوقتي هي بتتحل. يعني بنحلها بقى عن طريق اللي هي المحاور العمرانيه الجديده. نعم. اللي هي طبعا بتربط الشرق بالغرب وبتربطه حتى بفكره اللي هي المواني الرئيسيه للتصدير، بتربطه بيه المناطق الصناعية اللي هو بيشتغل فيها، بتربطه بيه الزراعة اللي هو بيبدأ ان هو يشتغل عليها ويوفر المدخلات الرئيسية بتاعت الصناعة. فهي الخريطة خريطة متكاملة مش بس السكن، انما زي ما حضرتك ما اشرت اللي هي الشرايين التنموية اللي احنا ابتدينا نضخها في المختلف الاماكن في جمهورية مصر العربية، التجمعات الصناعية اللي بيتم انشائها، التجمعات الزراعية الاربعة مليون فدان اللي بيتم استصلاحهم في مختلف الاراضي الزراعية. فهي خطة متكاملة واستثمارات متكاملة بتضخ في مختلف القطاعات عشان في النهاية فعلا المواطن يحس ان في نقلة نوعية بقى حصلت في الزراعة، حصلت في الصناعة، حصلت في الاسكان الى اخره من هذه القطاعات الرئيسية اللي بتقود عملية التنمية على المدى الطويل والممتد معانا.
نعم. دكتور احمد، هو في بعض الحالات ما يبقاش فيها عليها تصالح ولا كله تصالح؟ يعني طبعا في بعض الحالات اللي القانون يعني منع فيها التصالح، اهمها طبعا التعدي على نهر النيل فدي يعني، او الترعه طبعا المصارف يعني بالزبط. او اي حاجه تعوق مجرى المياه يعني. طبعا غني عن البيان او غني عن التعريف اهميه المياه بالنسبه طبعا للحياه بتاعه المواطن المصري، وان ده الشريان الرئيسي والحيوي للحياه في جمهوريه مصر العربيه. تخيل حضرتك بقى لو انا سبت الامر يعني للتعدي على، انت خلفت اوكي هتصالح على مجرى النيل، وبعد كده هقبل بكل التصالحات اللي على مجرى النيل، هيتحول الامر لهدر كبير جدا لهذا المجرى المائي الرئيسي للحياه في مصر ولفقدان هذا المجرى الرئيسي. فبالتالي طبعا القانون منع تماما فكره التصالح على مجرى النيل، ودي كانت يعني متقبله جدا في المجتمع، وان اي مخالفه على مجرى النيل هيتم ازالتها مش هيتم التصالح عليه. وده برضو بيرجعنا مره تانية، مش الهدف من القانون هو الجبايه ولا تحصيل الاموال، انما الهدف هو تقنين الوضع القائم. انما واحنا بنصلح الوضع القائم في حالات مش هينفع ان احنا نتعامل معاها او نسيبها، يجب ان هي تزال، لان المصلحه العامه لجمهوريه مصر العربيه اكبر في حاله الازاله مش في حاله الابقاء على المبنى. نعم. وايضا يا فندم بالنسبه للي موجود على الطرق او المحاور الرئيسيه او على حرم الطريق او واخد من الطريق، يعني في حاجات زي كده كتير كانت، دي طبعا برضو القانون كان هنا واضح وصريح فيها جدا، مش هسيب كل العمارات داخله مثلا بعرض الشارع 6 متر ما عدا بيت واحد طالع 3 متر لبره، طبعا ده بيتعدى هنا على حرم الطريق وبيمنع المرور فيه. ممكن ده حصل في شارع الملك فيصل، كانت في عماره سد الطريق من سنين طويله فعلا، يعني كان كل الناس نفسها ان العماره دي عدد كبير جدا من قرارات الازاله المتتاليه وفقا لعدد كبير جدا من المحافظين اللي جم تولوا السلطه التنفيذيه ان لم يتم الازاله. نعم. تاني جديه الدوله امر حاسم في هذا الملف، الاعتداء على نهر النيل او الطرق العامه امر يعني سبب عدد كبير جدا من المشكلات، التعامل معاه بجديه الفتره الماضيه دي ده امر يعني بيشير الى جديه الدوله في هذا، في اغلاق هذا الملف، في التعامل الحاسم مع هذا الملف، وفي النهايه العائد بتاعه زي ما حضرتك ما اشرت المواطن هو اللي هيحس بده، في ان الطريق هيبقى اسرع، في ان المخالفات دي مش هتظهر مره تانية، في ان مجرى النيل نفسه ما يتمش الاعتداء عليه باي صوره من الصور، وما يتمش طبعا هدر المياه دي باي صوره من الصور. ايضا دكتور احمد، لو اتكلمت عن موضوع يعني ان الدوله مهتميه بتطوير الوجه الحضاري لمصر، بس مش بالمدن بس، يعني انا شايف ان في برضو يعني تفكير في يعني المراكز والاقاليم، هل ده فندم ايضا ليه علاقه بانه يمثل دفعه في الاقتصاد وفي عجله الاقتصاد؟ دي نقطه مهمه جدا، يمكن المصطلح ده ابتدى فعلا يتم تداوله بصوره كبيره جدا من 2014، وهي فكره التنميه المكانيه. مش مهم ان انا اعمل تنميه، التنميه دي ممكن تكون مركزه بصوره اساسيه في القاهره واسكندريه باعتبارهم المحافظتين الرئيسيتين اللي طبعا بيعتبروا اهم المواني طبعا، بالظبط كده. انما اصبح فكره التنميه المكانيه ان انا بعمل هذه التنميه وبوزعها على مختلف الاماكن في جمهوريه مصر العربيه. غني عن البيان طبعا او غني عن التعريف ان احنا جت علينا فتره زمنيه في الماضي اهملنا شويه المناطق الحدوديه، اهملنا شويه الصعيد الى اخره من هذه الامور، ونتج عنه مجموعه من المشكلات الكبيره جدا اللي احنا عانينا منها. اصبح التوجه الان لا، احنا بنعمل حاجه اسمها تنميه مكانيه، تنميه حضاريه زي ما حضرتك ما اشرت، من اول المحافظات الحضاريه للمحافظات الريفيه، وبننزل بقى لمستوى الحي، المدينه، القريه، المركز، لحد الكفر النجع، القريه الصغيره خالص اللي هي موجوده في اقصى المحافظات يجب انها توصل لها هذه التنميه. فاصبح هنا الاهتمام بفكره توصيل المياه الامنه، توصيل الصرف الصحي الآمن، توصيل الكهرباء، توصيل الغاز الطبيعي، توصيل المرافق الأساسية، الاهتمام بالطرق الداخلية ورصفها حتى في المناطق الريفية، في استثمارات كتيرة جدا ضخت في هذا الأمر. ولو حللنا الخطة الاستثمارية عن هذا العام المالي اللي هو 2021 وحتى الأعوام المالية الثلاثة السابقة، لا هنلاقي فيه تحول نوعي في ضخ الاستثمارات في الأماكن الأكثر حرمانا في الفترات الماضية، وهي الصعيد والأماكن الحدودية عن القاهرة واسكندرية. فبالتالي ابتدت هنا كفة الميزان في حجم الاستثمارات تتوزن شوية أو تتعدل شوية لصالح المناطق الأكثر حرمانا، ودي نقطة إيجابية للغاية. وأيضا موضوع الطرق دي نقطة مهمة، لأن هي في النهاية إزاي هتقنع مواطن إن هو يتنقل لمنطقة جديدة وهي ما فيهاش طريق يوصل
المحافظة الرئيسية أو لمنطقة عمله أو للخدمات الرئيسية جدا زي ما كان موجود زمان بالضبط. فبنشئ مدرسة في بعض الأحيان بينما القرية على بعد 4 كيلو وما فيش طريق واصل ليها. طب ما حدش هيروح المدرسة دي أو ما حدش هيروح المستشفى أو ما حدش هيروح المنطقة اللي فيها الخدمة. الدولة بقى اهتمت بفكرة فعلا الطرق، سواء الطرق الرئيسية طبعا حجم كبير جدا من الطرق سمعنا عنه حوالي 3200 كيلو متر بيضافوا ليه الثروة النقل في جمهورية مصر العربية، إصلاح كامل لمنظومة النقل في جمهورية مصر العربية سواء طبعا بقى هيئة السكة الحديد أو هيئة النقل العام أو غيرها من الوسائل الرئيسية للنقل، بالإضافة إلى ده إصلاح بقى الطرق الداخلية اللي حضرتك أشرت إليها وهي اللي بتوصل ما بين بيت المواطن والخدمات المختلفة في المكان اللي هو بيقطن فيه أو بيسكن فيه. وبالتالي طبعا ده اهتمام كبير جدا من الدولة بمختلف القطاعات اللي كلها مترابطة في النهاية ومتماسكة مع بعضها البعض. نعم. طيب دكتور احمد، يعني يمكن شرف وقت الحلقه على النهايه، حضرتك تحب تقول ايه الجمله الاخيره؟ يعني الجمله الاخيره والله ان احنا في عندنا دلوقتي حكومه جاده، الحكومه دي بتحاول انها تقلل الاوضاع، بدعوا كافه المواطنين، احنا عندنا حوالي 1.4 مليون طلب فعلا تم تقديمه، في نسبه كبيره برضو احنا ما زلنا بنامل ان هي تنتهي من تقليل اوضاعها قبل طبعا المهلة اللي أقرها رئيس الوزراء في 30 أكتوبر، ونبدأ ننهي هذا الملف بالكامل. في مبادرات اتطرحت وكانت بصورة جيدة جدا من المجتمع المدني، دي بنقول إنها بداية وبادرة طيبة، بس يا رب طبعا يعني عدد كبير من المؤسسات والجمعيات تبدأ إنها تلتحق بهذه المبادرات وتخفف الأعباء اللي ممكن إنها تقع على المواطن الغير قادر على تحمل هذا الأمر. المبادرات دي كلها في النهاية الهدف منها هو إصلاح وجه مصر الحضاري، إصلاح وجه مصر السكني الخاص بالبنية حتى التحتية اللي بتتمتع بيها جمهورية مصر العربية، ده هيؤدي لنقلة نوعية فعلا في حياة المواطن المصري وأيضا في شكل مصر على الأقل الحضاري أمام مختلف دول العالم. فنتمنى فعلا أن المواطن يلتحق فعلا بهذا الأمر ويبدأ فعلا سعيا حسيسا قبل 30 أكتوبر في التصالح بالمبادرات طبعا اللي ابتدت تظهر. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور احمد عاشور استاذ الاقتصاد المساعد معهد التخطيط القومي، كنت ضيفا عزيزا علينا، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه، والى اللقاء في حلقه جديده وموضوع جديد حوار اليوم.